لو ميك اب اليوم راح يكون ميك اب بسيط وناعم يخلص بعشر دقايق. بما ان انا بشرتي وايد جافة، الترطيب شيء وايد مهم حقي، فراح ابدا بهذا المرطب من اولي تلاقونه بالجمعيات. راح اوزع على كل وجهي مع عيني. الحين راح اوزع هذا الكونسيلر من ميبيلين فيت مي رقم 20 بفرشة ماك 249. راح اطبطب الكونسيلر وبعدين راح اوزعه بالفرشة وراح اوزعه حتى فوق عيني عشان يشتغل كنا برايمر. الحين راح استخدم هذه الاسفنجة من ريل تكنيك، مرطبتها بشوية ماي، راح اطبطبها على كل عيني. والحين يا دار الحواجب، هذا من رمل جل، راح استخدم بس الجل، ما احب الشادو، وهذه فرشة من ماك تلاقونها بكل محلاتهم. اول شي راح ابدا بتمشيط الحاجب، وبعدين راح اخذ شوية من الجل وابدا بتعبئة الفراغات. لما يحق بداية الحاجب اقلب الفرشة ومثل ما تشوفون امشط الشعر كذي. نرد المشط الحواجب عشان نخليهم يندمجوا مع بعض. الحين راح استخدم هذه الاف 17 من سيجما عشان انظف فيها الحاجب. استخدم فيها نفس الكنسيلر اللي استخدمته على عيني، بس انظف فيها زوايا الحاجب وارتبه. هذه الباليت شريتها من اتش اند ام، وايد حلوه، راح استخدم منها الشادوهات والبلاش حقك اليوم. هذه الفرشه من ذا بودي شوب اسمها اي شادو بلندر. راح اخذ من الباليت اللون البني الفاتح وراح اوزعها على كسره العين كلها. الحين باستخدام اصابعي راح استخدم هاللونين اثنيناتهم جلتر، راح اوزعهم على الجفن وعلى مدمع العين من داخل، وراح احط شوية على عظمة الحاجب عشان تبرزها. حق داخل العين راح استخدم هذا الايلاينر اللونه لحمي من ازادورا رقم 56. والحين بفرشة صغيرة راح اخذ لون بني غامج واحطه تحت رموش السفلية. كسارة للرموش راح اكسر رموشي وشوي شوي مثل ما تشوفون ارفعها لفوق، تعطي نتيجة وايد حلوة. والحين هالمسكرة من ميبيلين اسمها ذا روكت فوليوم، وايد حلوة، تكثف وتطول بنفس الوقت. راح احط ماسكارا على الرموش اللي فوق واللي تحت. اخر شي بلوك العيون العدسات، احس هما اللي يغيرون اللوك. هذولا الير بلوند من بلا. دوام او حق جامعة احب استخدم البي بي كريم، هذا من رمل، وايد حلو، تغطيته حلوة ومات، وفي اس بي اف حماية من الشمس. راح اوزعه بنفس اسفنجة ريل تكنيك. الحين راح استخدم هذه الفرشة، ماخذتها من فافافو من زمان. راح استخدم لون البنانة اللي بأنستازيا كونتور كيت وراح اطبطبه تحت عيني. ما ان بشرتي وايد جافة ما احب احط باودر، فبس راح اخذ شوية من نفس البنانة باودر واحطه على وجهي بشكل خفيف. الحين راح نستخدم الاضاءة، هذه من اتش اند ام، وايد حلوة، راح اوزعها بفرشة ماك 205 فان برش اسمها شيمرينج بيج، طالعوا اضاءتها وايد حلوة، واقارنها بالميري لو مال دبان. الحين راح استخدم الثلاث الوان الغامجة اللي بالانستازيا كونتور كيت واسوي برونزك خفيف. اتحق باليت اتش اند ام واخذ اللون الودي واستخدمه كبلش. الحين راح اخذ هذا الليب لاينر من ماكس فاكتور رقم 4 بينك برنسس وراح احدد فيه شفايفي، وراح الون بعد شفايفي. راح احط شوية من الحمرة السحرية وبعدين فوقها شوي مرطب. وبس بكذي نكون خلصنا. اتمنى يكون عجبكم اللوك. بليز لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب. ثانك يو فور واتشينج، سي يو نيكست تايم، باي.